وصلنا معكم لفقرتنا الطبيه. الضغط والسكري من امراض العصر اللي كثير شائعه، وعدم ضبطه ممكن ياثر على كثير اعضاء مهمه بالجسم ومن ضمنها الكليه، وتفاقم الوضع ممكن يخليها تحتاج لغسيل او زرع لا قدر الله. صحيح يا نور، كرمال هيك لازم نعرف كيف بيأثر السكري والضغط على الكلية، ويا ترى في أدوية معينة بتسرع من أذيتها، وليش نحن ما بنلجأ للغسيل والزرع إلا بحالات متقدمة. كل هالتفاصيل رح تطلعنا عن أجوبتها دكتورة روبا نشواتي. صباح الخير. عم نحكي عن موضوع كتير مهم، وكنا تحت الهواء أنا وياكي عم نقول نحن إنه المريض ممكن يعاني من شي وجع بالكلية، ولكن بضل عم يستنى بضل عم يستنى يتفاقم الوضع، لا قدر الله ممكن يوصل لمراحل ومضاعفات كتير كبيرة وخطيرة. خلينا ناخذ من حضرتك كيف بيأثر مرض السكري والضغط على وظائف الكلية. هلا الكلية هي عضو نبيل مثل الدماغ مثل القلب مثل الأعضاء النبيلة الثانية الخمسة اللي نحن بنعرفها. طبعا السكري والضغط أهم عاملين بيأثروا على الكلية. نحن عم نحكي على سكري وضغط غير مضبوط، سواء عن سكري غير مضبوط أو ضغط غير مضبوط. هلا السكري بيتميز على الضغط انه نحن كل ما ضبطنا اكثر كل ما بطئنا الاذيه اكثر على الكليه، وبيتميز كمان انه بشعبنا نحن بمناطقنا هون للاسف بنكتشفه متاخر شوي، فنحن غالبا يعني ما بدي اقول 100%، خلينا نقول 80 85% بكل مريض ببلش عنده الاذيه الكليه. يعني معناتها مريض السكري والضغط لازم يشيك على الكليه كل 6 شهور لانه أكيد. ممكن لا قدر الله يوصل هذا الاذى للكليه. طبعا بشكل صامت، يعني هو عادة ما بنكتشفه نحن غير بمراحل متقدمة. ليش عم نأكد؟ لأنه نحن بالمراحل الأولى للأذية نحن ممكن نعكسها. يعني مريض السكري خلينا نقول لما بتبلش الأذية عنده بالأول نحن ممكن نراجع الأذية على الكلية. السكري مرض بصيب الأوعية بشكل أساسي، والأوعية الصغيرة كتير، الكلية مليئة بالأوعية طبعاً لأنه هي بتفلتر الدم. فنحن كل ما نحن خربطنا سكر الدم، خلينا نحكي شوي باللغة العامية، كل ما كانت الأذية أكبر. كل ما نحن ضبطنا سكر الدم كل ما كانت خفت نسبة حدوث الأذية. على طول بيحذروا مرضى السكري من شبكية العين لأنه كمان مليانة بالشعيرات الدموية الدقيقة جدا اللي بترسب فيها يمكن جزيئات سكر أو حتى الجزيئات الثانية اللي بتسكر هاي الأوعية. كمان الكلية اللي هي عبارة عن نفرونات، وأي خلل بالضغط بحالة الإضمصاص وإعادة الامتصاص من مرة ثانية بالكلية بيعمل أذى كتير كبير. ومثل ما قلتي دكتورة هو مرض صامت، يعني إذا الطبيب ما راح لعند الدكتور متخصص ما بيقدر يكشفه. في أدوية معينة بتقولوا لمرضى الضغط والسكري اللي عم يعانوا لمرحلة خليني أقول متقدمة إنه بعده عنا نهائياً لأنه الكلية بخطر؟ هلأ لما نحن يعني خلينا نقسمهم مرحلتين، مرحلة مبكرة اللي هي نحن بنقدر نعكس الأذية، بتكون الحمية أو امتناع عن بعض الأدوية هي فترة مؤقتة بس، والمرحلة المتقدمة هي هون عنا امتناع دائم عنا. أهم شيء بننبه مرضى الضغط والسكري ما ياخذوا مسكنات من زمرة مضادات التهاب اللاستيرويدية، لأنه هاي تأثيرها كبير، هي لحالها بتأثر. فكيف إذا دكتورة؟ أنا عندي هي بالأساس بتأذي الكلية بشكل مباشر، فإذا أنا عندي قاعدة أذية أساسية اللي هي السكري أو ضغط عامل لي اذيه، فهي بتفاقم الاذى عندها، وممكن الاذى بهالحاله باستعمال هالمسكنات يوصل لمرحله نضطر نعمل تنقيه او غسيل كليه مثل ما حكينا، وما ترجع ما تتراجع الاذيه ويضل المريض عليها. يعني بينما مريض يكون كرياتينه 1.8 ووضع مقبول ياخذ له حبه فولترين او ابره ديكلون بيصير 6-7 وبيغسل وما بقى بيرجع، خلص بضل على الغسيل. يعني هي حبه واحده ممكن تكلفه اذيه كليه انتهائيه. هدول اهم شيء. بالاضافه طبعا هلا كنا عم نحكي انا والمدام انه في ادويه خافضه للسكر نحن ممكن نعطيها بالمراحل الاولى لاذيه الكليه، لكن متى ما توصل نزلت وظيفه الكليه تقريبا خلينا نقول لل 50-45%، فعمليا نحن بنوقف استعمال، واجباري المريض بده يروح على الانسولين ساعتها. مرضانا شوي بخافوا انه انسولين وبتعود ما بتعود، فكثير بيقاوموا بهالفتره، كثير بيجونا هدول بقصه سبات بسبب نقص السكر، بيعملوا هبوط سكر وممكن يعمل سبات واذيه دماغيه. مرضى الضغط نفس الشيء، في ادويه معينه الكليه ما ممكن تتحملها من زمله الايس او الارس، هدول بدهم مراقبه معينه، هدول اطباء الكليه واطباء القلبيه ما بيكتبوهم، بيطلبوا عاده بعد 3 أيام تحاليل وبعد 15 يوم تحاليل خاصه بالكليه. ايام للاسف كمان مرضانا ما بيلتزموا بالتحليل، بيقول لك انه ايه هو تحليلي قبل ما اعمله بعد 3 أيام ادفع مصاري
تعمله بعد 10 ايام، ممكن يصير عندي اذيه كمان وما تتراجع الاذيه اذا كانت شديده. هدول اشياء لازم ننتبه لهم ونقول لهم لمريض السكر والضغط. طيب دكتوره خلينا نحكي اذا المريض ما كان على احتياط مشان الكليه، موضوع الكليه وما فكر بهذا الموضوع، مثل ما قلتي هو مرض صامت نوعا ما. أكيد. شو ممكن يعمل لحتى يخفف انه ما يوصل القصور الكليه الحاد لقصور كليه ويوصل اذا بنقول الغسيل او الزرع لا سمح الله؟ تمام. قصور الكليه الحاد هو اذيه على الكليه بتصير لسبب خلينا نسميه مؤقت، يعني مريض ما شرب مي، في مريض سكري ما شرب مي كثير تجفف نشف، فهذا ممكن يصير عندي اذيه حاده ويرتفع الكرياتينين. هلا انا متى ما اعطيته سوائل وعالجنا السبب الاساسي اللي سبب القصور الكليه الحاد، هذا المريض رح يتحسن وترجع وظيفه الكليه للطبيعي، ما يتطول للمزمن. اما اذا المريض غفل وطنش، اكثر شيء الادويه، اكثر شيء المي كثير هدول المرضى بنعاني معه بشرب المي، ما بصير يكون عندنا صيام فتره طويله على المي، ما بيهمني الاكل قد ما بيهمني المي، وطبعا ضبط السكر والضغط. لما المريض ما بيتجاوب معنا، ما بيلتزم بالتعليمات اللي قايله عليها الطبيب، ما بيراجعه كل 4 شهور او كل 6 شهور لحتى يشيك على الوضع تبعه، رح تتطور الاذيه الكلويه وتوصل لشيء اسمه اذيه كلويه انتهائيه. معناتها في علاج، في دواء ممكن ياخذه اللي عم يعاني من طبعاً قصور كلوي حاد؟ طبعا قصور كلوي الحاد بنعالج السبب خلال 24-48 ساعه. علاج الكليه للكليه ما في، نحن بنعالج السبب اللي ادى لقصور الكليه الحاد. كل ما انا استعجلت بعلاجه كل ما حافظت على الكليه، كل ما تاخرت كل ما نفرونات مثل ما تفضل الاستاذ هلا حكى، اللي هي عبارة عن الوحدة الفاعلة والعاملة بالكلية بتتأذى، ومتى ما تخربت هاي مثل ما قلنا عضو نبيل ما لح ترجع. فكل ما لا أبدا. فكل ما كتروا عدد النفرونات المتأذية كل ما صارت الأذية أكبر وما عاد نقدر نرجع للطبيعي. صحيح. ما ضل غير نتشكر كتير لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيكي دكتورة روبا نشواتي، شرفتينا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا فيكم يا هلا.